السلام عليكم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. انا كنت بظبط في الشقه كده شويه، وبعدين لقيت الجردل ده. بصوا المنظر، انا حبيت، انا كنت هعمله بس قلت ايه، لا اعمله معاكم. وعندي علبه الموبايل دي، وعندي بتاعه الصابون، كان اخر صابونه وخلصت، فانا عجبني فيها ان هي فيها ثقبين هنا، فقلت ممكن يعني نحط فيها الفرش ومكان الحلاقه الحاجات دي، وتتحط في الحمام، هتبقى شكل حلو، وفي نفس الوقت هتبقى ايه، تنزل اي، بصوا فيها ثقبين اهو، هتنزل اي ميه جت فيها. فطبعا ده كان غطا جردل قديم عندي، كنت عاملاه وحط عليه اللي هم بتوع التونه، علب التونه، فقلت خلاص لو هو هيغطي الجردل ده ويجي عليه يبقى تمام قوي. فحبيت ان انا ايه اعمل فيه اي ديكوريشن كده. بس المهم ان انا اتبسطت ان هو نفس اللون. فهنبدأ كده ونقول اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد، ونشوف احنا هنبدأ بايه الاول. طبعا معانا كل الحاجات اهو، وهنبدأ بالجردل البشع ده عشان انا مش عايزة ابص على شكله اهو. ماشي، هنحاول نظبط، نقيس كده، نقيس الايه الفوم ده بتاعنا اهو، هيجي زايد شوية لو قست كده. ماشي، طيب هقسم الفوم بتاعنا اهو زي ما انتم شايفين كده من النص اهو. المهم ان احنا ايه نمشي مظبوطين اهو. معانا مسدس الشمع، هيعوز شمعة اهي. ودلوقتي هنبدأ ايه نغلف الايه الجردل بتاعنا. بصوا عايزين نطلع بيه شوية عشان ما يبانش اي اثر، اي اثر لايه اهو، للجردل القديم، مش عايزة اشوف منه اي اثر. تمام كده، حقها يا معلم. اهو بصوا، مش عايزين نشوف اي اثر للجردل القديم ده، لان شكله بشع جدا جدا. اهو، وابدا ايه اخش فيها كده لجوه عشان اي زياده مش تنفع في حاجه يعني، فاهميني؟ فانا اما اجونها كده هيبقى افضل طبعا. اهو اهو، شايفين بقى الجردل بتاعنا، احنا عايزين برضو نريحه. الشمع مش عارفه ليه بيحب يلزق في ايدي. اهو طبعا هنمشي مع بقيه الايه الجردل اهو زي ما انتم شايفين كده. انا عايزه بس الشمعه تجون اهو، شايفين؟ بصوا شكل الجردل اهو، الاضاءة بتعمل لي كده اهو، شايفين الجردل اهو. هنجيب الجزء التاني ونحطه معاه اهو. زي ما انتم شايفين كده اهو، اضغط بحاول ايه. وطبعا الجردل ده واخد خبطة، الخبطة دي مؤثرة عليه
يعني مطبقاه من حتة، فانا عشان كده بحاول ان انا ايه اداري اي جفوهات فيه. تمام كده اهو، عايزه اشوف بقى فين النهايه هنا اهو، شايفين اهو، بنحاول ان احنا ايه نغلفه صح اهو. تحب اعمل اي حاجة وانا واقفة. طبعا هنا بقى ايه الفتحات الزيادة دي عايزة افتح لها اهي عشان يطبقوا كده. بصوا شكل، طبعا هو واخد الخط هنا شايفين باينه قدامكم اهي، وهنا عشان احس ان هو مرتاح هشيل الزياده ملهاش لازمه ويبقى واقف مرتاح اهو. طبعا اي حتت مش لازقه المفروض اثبتها. طيب هنعمل ايه بقى هنا؟ ممكن احط دي وممكن احط دي، لسه هشوف اهو. طبعا الجردل لما هيجي عليه كده اهو هيبقى طبعا المنظر اللي هنا ده بشع خالص ما ينفعش. هنعمل فيه ايه بقى؟ هنشوف له بقى حاجة ذهبي ونلفها عليه. وهنا زي ما انتم شايفين كده بصوا انا بعمل ايد الجردل عشان ما يبقاش فيها اي حاجة باينة من ملامح الجردل القديم. تمام كده بصوا اهو كده بقى هقفلها اهو اهو خالص كده، هبدأ اقص الزيادة اهي واثبتها عشان ما يبقاش في اي اثر. بصوا الشكل اهو، بصوا الشكل بقى جميل ازاي. طيب معانا بقى ايه، ممكن نعمل حاجه كده اهو، ممكن نغلف دي كده بس معانا البقره كلها اهي. هبدا اخد منها مثلا ايه قطعه هتقضي الجردل زي الميدور اهي. تمام كده، وهنبدا بقى ايه نشوف هننصفها من هنا لهنا. ولو انا حطيت بقى الجردل كده هيتقفل، اه هيتقفل. هو اصلا الغطا مش بتاعها بس ايه برضو يمشي. تمام كده، هبدا احط من هنا شمع ومن هنا اهي. مش عايزة يبان يبان ليها اثر. بصوا اهو،
ياه سبحان الله جت على قد بالظبط اهو. ممكن الجردل ده نحط فيه توك، ممكن نحط فيه اي حاجة احنا مثلا عايزين نحتفظ بيها او نشيلها او نعمله بوكس هدية، يعني في حاجات كتير قوي ممكن نعمله الجردل ده يبقى ليها اهو. بصوا الشكل بقى خلصناش على كده. بصوا بقى اهو وغطي بيه كده طيب هنعمل ايه بقى؟ انا عايزه احط هنا دي كده اهي، هلف عليها بير ما يدور كده اهي شايفين، حاسه ان الشكل مش باين في الكاميرا زي ما هو في الواقع، انتوا طبعا شفتوا الجردل قبل وبعد. طيب هنعمل ايه بقى عشان نثبت ده؟ بقى هعمل الف داير ما يدور عليه بالايه، بالرستراس بتاعنا اهو. ما احسب ان انا حطيت على قفله الجردل بس الحمد لله حطيتش اهو. بصوا اهو اهو تمام كده اهو. بصوا طبعا بقى بصوا شكل الجردل شايفين شكله عامل ازاي، ولسه طبعا مشفتفت كده اهو قدامكم اهو. انا هعمل برضو فيه اكسسوار من تحت اهو ناقصة كده هنكملها بصوا بقى الجردل، بصوا الجردل وجماله، حد يصدق ان ده الجردل اللي احنا كنا ماسكينه دلوقتي اهو شايفين عامل ازاي حلو قوي. ممكن اعمل له بقى حاجة كمان هتعجبكم قوي،
ممكن الزق عليها هنا حاجة، وممكن كمان اعمل له 4 رجول كده اهو. مقابلة ليها. انا كنت شغالة في علبة عايزة اوريها لكم اهي، برضو عملت لها الرجول قبل ما اعملها اصلا. طبعا هما محتاجين وقت بس يجمدوا اهو. الله، اترفع فعلا عن الارض. بصوا، ممكن اعمله باسكت للزبالة، ممكن اعمل برضو دي زي يعني فتح منها اهي. ممكن اعمل لها كمان حاجة تبقى حلوة، شكلها شيك. وهنا طبعا الجردل ده خلص خالص، ودي بنعمل لها اكسسوار كده زي ما انتوا شايفين اهو، وبنحاول نلزقه للاخر اهو عشان يتناسق مع بعضه اهو. انا عايزه ادخل برضو الحرف اهي الاخيره دي، يبقوا جنب بعض كده اهو. بصوا الشكل، بصوا الشكل اتغير خالص. هي المفروض ليها غطا، بس مش مشكله بقى، هي كده حلوه قوي. تمام كده، ممكن اعمل لها بقى زي بطيخه كده، واحده فوق واحده تحت اهو اهو، عشان يبان ده بقى الوش بتاعها اهو هنا. كويس، بصوا الشكل بقى اتغير خالص، حد يصدق ان دي علبة الصابون؟ بصوا شكلها عامل ازاي، وده جردل بويا قديم. بصوا اتغير خالص وبقى ليه رجلين اهو، ودي العلبة بتاعة الموبايل اللي قلتلكوا عايزين نعملها مع بعض اهي. هحاول ان انا احط كمية الشم اهو، وابدأ ايه اشد القماشة عليها اهي كده. تمام كده، واجي من هنا وابدأ برضو اثبت القماشة اهي عشان تبقى جامدة ومتماسكة. هاجي برضو من الطرف ده واثبت القماشة اهو. هاجي من هنا برضو اثبت، وابدا ايه اشد لها القماشه اهي. عشان تقفلها صح. وهنا بقى اشيل بقى الايه الزياده بتاعتي اهي، دي بقى زيادة الايه القماشة بتاعتنا اللي احنا مش عايزينها اهي. شايفين بقى الشكل بقى عامل ازاي، ولسه بقى لما تتظبط وتتقفل من كل الجهات. هاخد برضو هنا شكل كده اهو، حط دي، احاول انقي الناحية العدلة
خالص خالص اهو. هنحاول نعدلها هثبت هنا اهو اهو، واثبت برضو هنا اهو. الهدف بس ان انا ايه، مش عايزة يبقى فيها حاجة باينة ولا حاجة باينة بيضة من العلبة اهو. انا بسيب يعني قماشة زيادة عشان ما تبينش اي جزء من العلبة اهو. بنقفل كويس قوي، شايفين المنظر اهي، ولا بنت ان هي موصولة ولا اي حاجة اهي. واثبت برضو الاطراف دي اهو. واخد برضو بقية القماشة هظبطها هنا. طبعا زي ما انتم شايفين كده هنفنش العلبة الفنش النهائي بتاعها اهو. هي طبعا احنا غلفناها مع بعض اهو، وعايزين بقى ايه ننهي الفنش مع بعض. هبدأ اشدلها كده اهو ووسطا. بصوا زي ما انتم شايفين، بصوا بصوا الشكل جميل ازاي اهو. اثبت وشد اهو. وطبعا هاجي هنا واثبت اهو زي ما انتم شايفين كده اهو. وهاجي برضو على الحتة الاخيرة دي كده واثبت وشد. حرقت ايدي. بصوا بقى، ونشيل بقى الزيادة كده مع بعض اهي. طبعا الزيادة اهي اتشالت. بس انا عايزة برضو اعمل فيها حاجة كده في الركنة دي كده. ممكن احط اربعة كده اهو في الكيرف ده كده اهو، تبقى راحة وجاية هنا كده وكده يعني. اديها نقطة شمع هنا ونقطة هنا وابقى معاها كده اهو. شايفين الكيرف ده يتاخد مع بعض. واشيل طبعا القطعة الايه الزيادة عشان ما اهو. واجي برضو هنا اهو، ده الركنة بقى الكورنر ده اللي هو بتاع الركن ده. لو اتقفل حلو يبقى جميل قوي. بصوا اهو الكورنر اهو، شايفينه اهو. بصوا، وبرده مش هيبقى على كده وخلاص. هاجي برضو اخد اللي بعده، بس حسيت ان انا عايزة ازوده واحدة كمان اهو. ملزقها بالمقلوب، شايف اهو. شايفين المنظر اهو.
ايه برضو معانا اهو، هاخد برضو الايه القماش الزياده من الركن ده اهو. بص الشمع، وياخد الايه الكورنر اللي بعده كده، واخد الايه الجزء اللي هو نمر 4 برضو اهو، بصوا الشكل صغير خالص. طبعا في الحتة بصوا دي هدي برضو ايه برضو مربعات كده، المربعات دي بتخلي الشكل جميل قوي، ممكن مش باينة عندكم بس هنا انا شايفاها شكلها جميل جدا اهو. وازود كمان مربع في الناحية التانية، وطبعا مش هخليها على كده بس، انا عايزة العبوة بتاعتي اصلا اللي هي تحت دي عايزة برضو اعمل لها 4 رجول اهو. حلوة قوي الرجول من الخرز دي، بتبقى شكلها جميل قوي، بس نثبتها كويس اهو، شايفين المنظر. طبعا العلبة بصوا الشكل، اظن شوية حاجات كانوا عايزين الرمي بقوا اشكال جميلة، ايه رأيكم؟ اهو زي ما انتوا شايفين كده، بصوا الشكل من هنا او من هنا، حلو جدا جدا اهو. انا مستنية الرجول بس تنشف شوية، وابدأ بقى احط العلبة بتاعتنا. بصوا العلبة بتاعتنا واحنا بنقفلها، ايه رأيكم؟ شايفين الرجلين جميلة قوي اهي، بقت تحفة فنية، علبة مجوهرات اهو، بصوا شايفين شكلها بقى حلو ازاي اهي. ودي بتاعه الصابون اللي كانت مرمية، والله كانت مرمية في الزبالة، انا مطلعاها من الزبالة. مش شرط ان انا يعني كل الحاجات دي بستعملها، لا عادي لو حد عجبه حاجة بياخدها، بس الميزة ان انت يعني عملتي شكل جمالي. بصوا وكده اقدر اقول لكم بالثلاث حاجات اللي احنا عملناهم مع بعض. اشوفكم بخير في الفيديو القادم، الى اللقاء، باي باي، سلام عليكم.